من ضمن الحاجات اللي كان بيتكلم فيها الرئيس برضو هي مسألة الاهتمام بالحرف وأصحاب الصناعات الحرفية، واتكلم فيها الحقيقة مع وزارة الصناعة في هذا الموضوع. نعم. واتكلموا على مسألة ضرورة أن الدولة تسهل الإجراء للناس علشان تقدر تحصل على المصانع الجديدة أو القطع اللي هتقام عليها المصانع. والوزيرة قالت من الوارد جدا أن الشخص يحصل على أكثر من قطعة لو دراسة الجدوى بتاعته تسمح بذلك. أنا كان لفت للنظر ليا حاجتين. أول حاجة، كرست الشروط كان سعرها كام وبقت كام؟ وكان برضو لافت للنظر ليا مسألة تكاليف القياسات المعيارية اللي تم إلغائها دي. هنا الدولة مش بس مركزة على صناعات كبرى، ده هي الدولة بتركز على صناعة الورش لو صح التعبير، صح كده؟ لحد كبير طبعا. النهاردة سبب إثارة هذا الموضوع هو موضوع يبدو خارج عن النقاش العام اللي هو متعلق بالإسكان والمساكن وتكلفة الإسكان والدعم وتنظيم الأسرة. النهاردة أحد المواطنين سأل السيد الرئيس، قال له أنا عندي 5 أو 4 بنات وولد، وعندي مشكلة متعلقة أنه هو قبل ما ينتقل إلى المكان الراقي المجهز والمخطط كان بيشتغل في لف مواتير خلاطات وحاجات زي كده. فبيقول أنا رحت مكان جيد جدا بس لكن فقدت عملي، ما عنديش عمل، فأعمل إيه؟ هل في إمكانية أن الدولة تبتدي تخصص لينا كحرفيين الأماكن اللي تحت الكباري؟ فالرئيس يعني جاوبه إجابة جيدة جدا، قال له يعني هنحل مشكلتك أنت إكراما للبنات. لكن الجزء الثاني اللي هو المتعلق بيه، ما في أكتر من حد، في ناس كتيرة اللي هم كانوا زي حضرتك لو تذكر الورش الحرفيين اللي هي موجودة كانت في حتت وسط السكان وتم نقلهم إلى أماكن قد لا يكون فيها ورش مماثلة أو عدد كافي من الورش يشتغلوا فيها. فهو الرئيس قال طيب ما الكباري اللي احنا عملناها ناس كتير ما كانتش بتستغلها قبل كده، انت بدات تستغل عدد كبير من الكباري عشان من اول تتعمل محلات كافيتريات ورش، فممكن يتم التوسع فيها وتفيد ناس كتير جدا. دي المرحله، بس طبعا يتم الموازنه ما بين نشاطها وحياه الناس طبعا، ودي نقطه مهمه.